الزمالك يرفض المستحيل ويفوز على بوليتيك الجزائر 2-0 ويجدد اماله في الصعود في اخر مباراه في الجوله خالص. هنتكلم بكل حاجه النهارده عن مباراه الزمالك وبوليتيك الجزائر، نتكلم على اداء اللعيبه وهنتكلم على تكتيك كارتيرون النهارده قدمه بشكل مميز جدا وخلى الزمالك يخرج بشكل مميز. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو ما شفتني انا سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. الزمالك بينتصر اول انتصار ليه في افريقيا على بطوله الجزائر في الجزائر، مباراه قدمها بشكل كويس جدا. كاترون بدا النهارده في حراسه المرمى محمود جنش، وده محمود علاء ومحمود حمدي الونش على الشمال، فتوح اللي راجع من الايقاف، وعلى اليمين حازم امام بسبب اصابه حمزه المسلوسي. بيلعب اتنين في نص الملعب، طارق حامد في الجناح الاساسي، قدام اوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، شيكابالا بسبب اصابه احمد سيد زيزو، وقدام بيلعب بمروان حمدي. مروان حمدي رجع للصوره تاني بعد ما كان بيلعب باسامه فيصل قدام الترجي في اخر مباراه افريقيه. الزمالك بادئ المباراه كان مستعجل نوعا ما شويه، كان بيحاول لو انا عايز اجيب جول بسرعه، عايز اتقدم بسرعه على المولوديه، مش عايز المولوديه اللي يجيب جول الاول. وكان الزمالك يعني المولوديه كان بادئ المباراه افضل من الزمالك، المولوديه كان ماسك الكوره، كان ضاغط الزمالك في نص ملعبه، كان بيضغط بثلاث لعيبه على مدافعين الزمالك، وكان خانقه تماما مش مخليه يبدا ان هو يطلع بالكوره من تحت لفوق. وتاني حاجه ان الزمالك في اول مباراه ادالهم فاول على حدود منطقه الجزاء، كان ممكن جدا الترجي يتقدم للوداء المولوديه يتقدم منه لولا جن شال الكوره في اخر لحظات الفاول وتردد بجول للزمالك. الجول اللي جاب الاول للزمالك في اول مباراه ده خلى الزمالك يلعب باريحيه شويه، ان انا متقدم حتى لو مرتجع الجول هيبقى عندي فرصه ان انا اتقدم تاني، وده اللي خلى الزمالك ما يبقاش مستعجل بعد الجول. قبل الجول كان الزمالك مستعجل وتحس ان فيه توتر، تحس فيه عصبيه، تحس ان فيه هرجله، اللي هو عايزين نجيب جول بسرعه، عايزين نتقدم بسرعه علشان ما نعملش زي المباريات اللي فاتت. لما جبنا الجول هدي الوضع شويه، لما الزمالك ابتدت تهدأ تاني نرجع للكوره، نرجع لورا شويه. يعني خطه كارتيرون شفناها في ماتش السوبر الافريقي ضد الترجي في بدايه المباراه، كان متقدم لحد ما جاب الجون الاول ورجع ورا الكوره، كل الفريق كان تحت الكوره وابتدى يلعب على رجل مرتده وقدر يكسب المباراه بخلال الطريقه دي. قدر يكسب الاهلي في الدوري بسبب الطريقه دي، وقدر يكسب الاهلي في السوبر بالطريقه دي، وهي دي طريقه كارتيرون اللي هو ببدا المباراه ضغط على فريق الخصم، بحاول اسجل الجون الاول، انا اسجل الجون عشان بعد كده ارجع بفريق كله تحت الكوره وابتدي العب على الهجمه المرتده. ده اللي الزمالك عمله خلاص بعد الجول الاول، هدينا تماما، العصبيه هدي، التوتر هدي، احنا خلاص كسبانين، احنا اللي حاطين رجلينا على المباراه واحنا اللي متحكم في رتم اللقاء. وبعد الزمالك كمان جاب جول تاني بعديها بهجمه مرتده ومميزه جدا، شيكابالا بيعدي من الاول والتاني، بيحط الكرة في الضيقه، الجول التاني الزمالك وبنسبه كبيره الزمالك بيضمن الفوز. واحد يقول لي يا معلم ده كان لسه الشوط الاول وعندك 45 دقيقه كاملين كان ممكن المولوديه يرجع فيهم عادي جدا. هقول لك لا، المولوديه ما كانش هيرجع في المباراه ليه؟ لان المولوديه الفريق مش بالمستوى ان يعمل ريمونتادا على الزمالك. المولوديه شفناه طول ال 45 دقيقه تقريبا ما هدتش مرمى جنش غير مرتين في الشوط الثاني، غير كده المولوديه حتى اصلحته من على الدكه لما نزلت ما فادتوش. فالمولوديه فريق يعني مع احترام لكل جمهور الجزائر اللي اتفرج على الفيديو، بس المولوديه فريق ضعيف. المولوديه يا جماعه في الدوري الجزائري المركز ال 12، كان المفروض ناخد 6 بونت مرتاحين قوي من المولوديه المفروض، بس قدر مش عارف على مباراه الذهاب. رجعنا تاني للمنافسه، رجعنا تاني اللي احنا ممكن نسعى في المباراه، بس ال روحنا مش في ايدينا، روحنا مش في ايدينا، صعودنا مش في ايدينا، صعودنا في ايد الترجي. الترجي اللي خسر النهارده من تونجيس، وده حاجه كويسه ان الترجي المباراه الجايه هينزل يلعب على المكسب، لان زي ما احنا عارفين وده العرف في الكوره ان الفريق اللي بينزل يلعب على احتمالين اللي هو التعادل مثلا او الفوز ممكن يخسر المباراه، والترجي اكيد مش عايز يخسر الصداره، اكيد الترجي عايز يصعد كمتصدر للمجموعه. فالترجي انا حاسس ومتاكد ان هم ينزلوا شوط، ينزلوا المباراه الجايه في رده المولوديه بيلعبوا على المكسب، بس مطلوب ان الترجي يكسب المولوديه والزمالك يكسب تونجيز. ما نجيش قدام تونجيز ونلاقي الدروب وقع تاني، ونلاقي اللعيبه مستواها وقع تاني، لا عايزين نمشي على نفس النسق، تاني نرجع تاني في اللقاءات، نرجع تاني انتصارات في افريقيا. وزي ما عصام الشوالي قال لو الزمالك صعد المجموعات هنشوف الزمالك في ابعد مكان في البطوله، بس نصعد من المجموعات، نصعد من الازمه اللي احنا فيها. كارتيرون انا من ساعه ما جه واعلنوا ان الزمالك اتعاقد مع كارتيرون وانا واثق فيه، شريحه كبيره جدا من جمهور الزمالك مش موافق على كارتيرون، معترض على كارتيرون، بيقولوا خاين، بيقولوا هارب، بس انا من الناس اللي انا مقتنع بكارتيرون، عارف ان كارتيرون بتاع مباريات كبيره، كارتيرون لما بيتحط في معسكر بيعرف يكسب، كسب الترجي في السوبر الافريقي، كسب الترجي في هنا في مصر 3 وقدر يصعد من دور الثمانيه، قدر يكسب الاهلي في الدوري، قدر ياخد السوبر من الاهلي، قدر يلعب مباريات كبيره قدام الفرق الكبيره، وده اللي واثق فيه من كارتيرون ان المباريات اللي جايه لو صعدنا من دور المجموعات هيقدر يلعب مباريات مميزه في دور الثمانيه. اتمنى الصعود من دور المجموعات، مباراه فنياتها مش كتير، مباراه مش بنتكلم فيها فنيا، الزمالك ما عملش حاجه فنيه كبيره، الزمالك كان بيلعب على المرتده وده المعروف بتاع كارتيرون، اللي هو انا هلعب على المرتده هضربك بمرتده بجون واثنين وثلاثه.
ده طريقه كارترون وعملها في كذا مباراه لما كان في الولايه الاولى والولايه الثانيه هو ابتدى يطبقه. بس انا عندي كذا علامه استفهام على كذا لاعب في الزمالك. اولهم اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لما جه الزمالك الموسم اللي فات كان برده في بدايه الموسم كان مش المستوى المطلوب، مش مستوى المعهوب بتاع بن شرقي، مش مستوى المعهوب بتاع الوداد مثلا، لا كان مستواه نازل نوعا ما شويه، بس مع المباريات مع البطولات مع الدوري مع الكاس مع افريقيا ابتدى بن شرقي ريتمه يعلى، ابتدى مستواه يعلى واحده بواحده لحد ما بقى اون فاير في نهايه البطولات. ولكن النهارده بنشوف بن شرقي نسخه سيئه جدا جدا جدا. بن شرقي مش عارف يقدم حاجه ولا باص الا ولا ثرو. اي نعم عمل اسيست النهارده في المباراه، ولكن مش مستوى بن شرقي. مش ده بن شرقي بتاع مباراه الترجي في السوبر ولا بتاع مباراه الترجي في القاهره، مش ده بن شرقي بتاع مباراه الرجاء في المغرب، مش ده بن شرقي، مش ده بن شرقي بتاع مباراه الاهلي في الدوري السنه اللي فاتت. بن شرقي عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا جدا. واللاعب التاني اللي هو كان غايب مباراه النهارده اللي هو احمد سيد زيزو برده عليه علامات استفهام كبير، من يوم 27 وهو غايب تماما عن النادي الاهلي عن نادي الزمالك. فانت في لعيبه كتير جدا عليها علامات استفهام، في لعيبه متالقه، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي المستوى بتاع الكونفدراليه بتاع ايام جروس بنشوف الجلسه بيقدم مستوى دلوقتي. طارق حامد شوط بيلعبه كويس شوط بيلعبه وحش. علامات استفهام على لعيبه الزمالك لازم تتحل، لازم كارتروني يحط ايديه على الاخطاء علشان ما نخطئش المباراه اللي جايه. خلاص انت عندك الاسبوع الجاي تنجز ان شاء الله تقدر تتفوق عليه وتصعد باذن الله. ولكن الصعود بتاع الزمالك اللي ان شاء الله باذن الله باذن الله يتحقق، هل بعد الصعود الزمالك يلعب بنفس الشكل ده لو قابل مثلا سان داونز او الوداد؟ اصل انت لما تصعد كتالي للمجموعه هيبقى عندك ثلاث اختيارات، سان داونز او الوداد او سيمبا التنزاني. انا وجهه نظري نقابل سيمبا التنزاني لو صعدنا، بحط احتمالات ان احنا صعدنا عشان عندي ثقه ان شاء الله ان الترجي هيكسب. فلو صعدنا اتمنى نلعب سيمبا، لان سيمبا مش زي سان داونز او الوداد. سان داونز والوداد السنه دي تقال قوي، فرق تقيله جدا جدا جدا، ومستوى بتاع الزمالك انا شايفينه ممكن يسد قدامهم. لكن انا بتمنى في دور الثمانيه نلعب فريق، انا يعني الواحد يقول لي في الكومنتات يا معلم تتكلم ان احنا خلاص صعدنا، اقول لك انا عندي ثقه، عندي ثقه، بس مفيش حاجه ملموسه، مفيش حاجه ملموسه. ممكن الترجي ما يكسبش المغربيه عادي جدا، ممكن تكسب تونجيت والفريقين يتعادلوا ويصعدوا هما الاثنين، وارد جدا. ولكن باذن الله عندي ثقه في ربنا وعندي ثقه في الترجي ان الترجي يكسب ويصعدنا من المجموعه معاه باذن الله. الزمالك بشكل باول مباراه بعد ما كارترون رجع للزمالك ابتدى يحط ايديه على مفتاح اللعب وابتدى يحط لمساته في ارضيه الملعب، الزمالك قدر يفوز في افريقيا. كارترون المباراه اللي جايه صعبه جدا عليه سواء في الدوري او في افريقيا، على طول هيخرج من مباراه الدوري في مباراه دوري ابطال افريقيا ضد تونجيت، هيلاعب بعديها حرس في الكاس بعد كده الاهلي في الدوري، مباريات صعبه جدا 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 على كارترون. اتمنى كارترون يقدر يساعدنا من بعد. ما اتكلمتش فنيات كتير في المباراه لان المباراه ما فيهاش فنيات كتير. انا قلت لك ان الزمالك بدا المباراه ضاغط عشان يجيب جون وقدر يجيب جون، بعد كده رجع الفريق كله تحت الكوره ابتدى يلعب على هجمات المرتده، ودفاع الزمالك صامد، وجنش ابتدى يرجع لمستواه. رجوع جنش لمستواه مش معتمد على جنش نفسه، رجوع جنش لمستواه بسبب ان مدرب حراس المرمى اجنبي. جنش قدم افضل من مستوياته لما كان مدرب حراس اجنبي. لما كان موجود عندنا واحد اسمه عمرو عبد السلام، انا ما سمعتش عنه قبل كده ولا اعرف اصلا كان حارس فين. عمرو عبد السلام اللي كان بيدرب حراس الزمالك مش جه مدرب برازيلي هيرجع الحراس تاني، انا واثق حتى لو ابو جبل لعب واثق ان هيرجع ابو جبل للمستوى بتاع الموسم اللي فات. الزمالك قدم مباراه كويسه، قدم مباراه كبيره، ولكن ما ننفخش في اللعيبه. اتمنى 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 جمهور الزمالك يغير فكره نوعا ما شويه. كسبنا مباراه لسه ما صعدناش، لسه في امل، بس ما ضمناش الصعود. اللعيبه قدمت مباراه كويسه، الزمالك الكل قدم مباراه كويسه سواء على مستوى كارترون او اللعيبه، ولكن ما ننفخش في اللعيبه. قدمت مباراه كويسه مبروك، بس ما ندعمش حد. اللعيبه دي ما تستاهلش مننا دعم غير لما فعلا يجيبوا لنا بطوله، لما نصعد من المجموعات ويستحقوا فعلا دعمنا ونحن نقف في ظهرهم علشان يصعدوا من دور الثمانيه وياخدوا البطوله، هنقف في ظهرهم وندعمهم. ولكن في الوقت الحالي اللعيبه ما ننفخش فيها. بن شرقي قدم مباراة كويسة برافو، بس اوباما قدم مباراة كويسة برافو، جنش قدم مباراة كويسة برافو، بس خلاص اشاد بمستواه في المباراة وبس، بس ما تعملش حاجة تاني. مبروك لكل جمهور الزمالك المباراة، الفوز الأول في أفريقيا إن شاء الله بإذن الله نصعد المجموعات. ولكن ده رأيي في المباراة وتوقعاتي للأيام اللي جاية. خلاص الأسبوع الجاي عندك أفريقيا، فأنا توقعاتي للأيام اللي جاية قول لي توقعاتك في الكومنتس، هل الزمالك فعلا هيصعد من المجموعة
ولا الترجي مش قادر يكسب المولوديه، والمولوديه والترجي هم اللي هيصعدوا من المجموعه. فلو لغة القرار شخص واحد في مباراه الزمالك والمولوديه، قول رايك انت في الكومنت على الحلقه، يبقى ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقه توصل اكبر عدد من الناس، واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك الحلقات اول باول لو اول مره تشوفني، وطبعا ما تنساش تعمل لايك في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، شكرا، الحلقه الجايه سلام.